بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبوضوح. النهارده هنتكلم عن مشكله مهمه جدا بتهم قطاع عريض جدا من الشعب المصري، هي معاناه المواطن مع التامين الصحي اللي قالوا عليه الداخل مولود والخارج منه مفقود. اللي بيعيشوا مع التامين الصحي بين عذاب الاهمال والتجول في حلقات الكعب الداير على المستشفيات ومكاتب المسؤولين، الناس البسطاء اللي بتعاني من مشاكل التامين الصحي اللي احنا بنشوفهم كل يوم وبيفترشوا السلالم والطرقات داخل المستشفيات الحكوميه بيصارعوا المرض اللي بينهش في اجسادهم، واللي هم في الاول وفي الاخر بيصرخوا بالاهات والالام الحسره في صمت من طول الانتظار والروتين العقيم الذي لا يرحم أحد ولا يرحم المريض ولا كبر سنه. النهاردة هنستضيف مجموعة من المواطنين الشرفاء المحترمين اللي بيعانوا معاناة مريرة مع التأمين الصحي عشان نسمع مشاكلهم، لعل وعسى حد محترم من المسؤولين في وزارة الصحة يحل مشاكلهم. قبل ما رحب بيهم هنشوف هذا التقرير عن الحالة المؤسفة اللي وصل إليها التأمين الصحي في مصر، ونرجع نبدأ حوارنا مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة. منظومة يعاني كل من اقترن اسمه بها، طبيبا كان أو مريضا أو حتى عاملا بسيطا، ذاك حال المتعاملين مع التأمين الصحي. التأمين الصحي بيدوا علاج ضعيف، بشوف العمرين عشان التحويل هنا اهو. انت بتعملي كل حاجه بنفسك. لا ضعينا لغايه دلوقتي في المستشفى. احنا جايين غصب عشان عارفين ان في اهمال. مسكنات ولا عامله لي اي حاجه. كلنا مرضى مش قادرين نقف، مش لاقيين كراسي. تدي له الروشتة عشان يصرفك العلاج، يرمي لك الروشتة في الارض، يرمي لك العلاج في الارض. المريض جاي بيستغيث، المريض جاي تعبان، وهنا معاملة غير أدمية بالمرض. يبلغ عدد العاملين في قطاع التأمين الصحي 90,000 يخدمون في 39 مشفى على مستوى المحافظات، وهو ما يسبب الزحام الشديد نظرا لقلة عدد الوحدات مقارنة بعدد المستفيدين الذين يدنو عددهم من 47 مليون مصري، أغلبهم من أطفال المدارس وموظفي القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات. الأعداد ضخمة جدا جدا، بحيث ان الكشف بيبقى برضه سريع وحاجات زي كده ما بيبقاش بالاتقان المطلوب، يعني نظرا لقصرة العدد. 4000 مريض في اليوم، ده متوسط التيدد، ممكن يعدي كمان ال 4000 يعني في فترة الاعياد او اللي بتتبعها الاجازات. بيجي للعيادة يعني ألوفات للعيادة، فطبعا المنظر بيبقى صعب جدا، وممكن ان برضه الخدمة، يعني انا نفسي ممكن ما اكونش راضي عن تأدية الخدمة، لان الزحام ده غصب عن أي مؤدي للخدمة يعني بيحصل مشكلة. جاي أجري وعلى آخر نفس قال لي خلصنا، في دكتور تاني، ودي احنا قاعدين من صباحة ربنا. قالوا تعالوا الساعة 9 الصبح، جينا هنا من 8، لازم أنا أجي قبل ما الدكتور يجي. للأسف جينا من الساعة 8 بنسأل لا ده ممكن يجي الساعة 11، لا يجي الساعة 1، يجي الساعة 2، ودينا منتظرين. يجب يبقى فيه لمسة موجودة من طرف المسؤولين يحاسبوا الموظفين اللي هي بتقصر في اعمالها دي. هؤلاء الذين يتعلقون بالتأمين الصحي كطوق نجاة وأمل لهم في الحياة هم أكثر من يعاني في هذه المنظومة، فالمريض محدود الدخل هو الخاسر الوحيد إن اشترى مجانا موتا محققا. العلاج مش هو اللي جايب نتيجة، ما جابليش أي نتيجة، فبقى بعاني من العظم لغاية دلوقتي، بعاني من رجلية برضو، أدوية الغضروف برضو خدتها كتير وقليل، مسكنات ولا عاملة لي أي حاجة. احنا لو يحسنوا الأدوية دي هيبقى كويس، وإن شاء الله يرفعوا سعرها، بس يدونا أدوية كويس. المريض دايما معترض على الـ الـ الأدوية، يقول لك الدواء مش فعال، يجي مثلا يقول لك إيه، لا ده الدكتور ما كشفش علي، ده الدكتور بس كتب الروشتة على طول كده وخلاص، من غير ما بيكشف ولا بيعمل، ما بيقيسش الضغط، ما بيعملش مثلا كذا. طبعا احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا بنأكد على الدكاترة بالكشف وفعلا ان هو ينظر المريض كويس ويشوفه ويديله الخدمة كاملة. يمكن للمسكنات أن تسكت آهات المريض قليلاً لكنها لا تشفيه. منظومة التأمين الصحي تعاملت معها الحكومات المتعاقبة بالمسكنات والوعك مستمر،
منظومة هي في أشد الحاجة لعلاج فوري إذا كنا حقا ننظر منها الشفاء لهؤلاء. ياسمين الضوي بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة.